إن أفريقيا التي يتم تنميتها يقودها شعوب البلاد الأفريقية ويعتمدون على إمكانات المرأة والشباب من خلال المساهمة في تسخير إمكانات الشباب في أفريقيا وتمكينهم للمساهمة بشكل هادف وموضوعي في تنمية القارة. إن الشباب الأفريقي هم ثرواتنا الحقيقية، لذا فإن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تطويرها للاستفادة منها لتحسين مستوى الحياة في كافة النواحي، ويظهر هذا جليا في اهتمام فخامة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية بالشباب والحرص الدائم على التعاون مع كافة رؤساء البلدان الأفريقية. The importance of this meeting today is that first of all it's Africa Youth Month. On the 1st of November, heads of state declared the 1st of November as Africa Youth Day. So the entire month of November, we're dedicating it to celebrating young people of the continent. The importance of today's meeting is that we are in Egypt because Egypt has become one of the countries that have launched the 1 million Next Level Initiative, which is an initiative of His Excellency, the Chairperson of the African Union Commission on Youth Empowerment. So Egypt is saying we are signing on to this initiative, and we are committing as a country to develop young people in Egypt, but also contribute to the 300 million young people that will be developed across the continent. 1 million Next Level is about creating opportunities for 300 million young people in Africa. The opportunities is in employment, in education, entrepreneurship, engagement and health. So we believe this five pillars of 1 million Next Level is very important to develop young people and develop the continent by unleashing the potential of all young people. المبادرة يعني هم الاتحاد الأفريقي أطلقها من 2019-2021، والنهاردة بنطلق تحقيق المليون من مصر على أساس عام 2023 يكون تم تدريب 300 مليون شاب أفريقي على مستوى الدول كلها الأفريقية. النهاردة حقيقة على مدار اليومين يعني يكون موجود الورش والدورات التدريبية والفرص المتاحة. حقيقة يعني بنشكر معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه دايما للشباب المصري والشباب الافريقي. الوزاره بتاعتنا على ده الفرصه اللي موجوده النهارده، والبروتوكولات التعاون اللي هي بتعملها سواء مع مؤسسات مصريه او مؤسسات مختلفه زي اليونيسيف ومؤسسات خارجيه كتير. يوم الشباب الافريقي النهارده الايفنت ده هيكون حاجه مميزه جدا للشباب في سوق العمل، هنقدر ان احنا نفيد شباب اكتر في تنميه مهاراتهم وتطوير ذاتهم، فيقدر ان هو يكون على تحدي قوي مع سوق العمل ان شاء الله ويثبت وجوده. دورنا احنا كشباب في التنميه فهو مهم جدا. الدكتور كان اتكلم من شويه عن ازاي الشباب هم المورد الحقيقي للقاره وللبلد وللعالم كله، فالمفروض انه بيتم بقى استثمار، احنا نستثمر في نفسنا وهم كمان بيستثمروا فينا علشان ننمي ونطور البلد بتاعتنا والقارة بتاعتنا كلها.